Jel' si imaš morina? طبعاً العشق يعني على أنواع، يمكن أعلى أنواعه هي العشق الإلهي، بس كمان العشق الإنساني لا بأس فيه. ومثل ما قلنا في تأثير الموسيقى على المعتقدات والأديان، كمان في تأثير المعتقدات والأديان على الموسيقى. يعني المعتقدات تعتمد أنواع يعني خصوصية من المقامات، اللي منها مثلاً مقام الحجاز. الأذن الشرقية كثير متعودة علي لمقام الحجاز، فرح نقيت من شيء بالعشق الإنساني على مقام الحجاز، بنكون بعدنا بنفس تقريبا بنفس الجو. إن شاء الله ما أغلب بالقواعد. مصباك جافاه مرقده وبكاه ورحم عوده، مطناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه مطروح الجفن مساهده.
Thank you. شكرا.